لتفاصيل أوفى إذن حول ما دار في كواليس اللقاء ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية رمضان المطعني. رمضان، لو تطلعنا على تفاصيل كيف كان اللقاء، أهم البنود اللي اتفق عليها بين صالح والمشري. نعم، يعني كان هذا المؤتمر الصحفي الذي انتهى منذ قليل بين يعني رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس مجلس الدولة الأعلى خالد المشري. هذا اللقاء وهذا التوافق في حد ذاته من خلال الدور الكبير الذي لعبته مصر لإرساء يعني دور المؤسسات الليبية في حكم الشعب الليبي والوصول إلى يعني إرادة الشعب الليبي في حكم بلده من خلال المؤسسات المنتخبة. هذا اللقاء الذي تم حول التوافق الخاص بالوثيقة الدستورية والتي سيكون لها في الأيام القادمة عدد من الجلسات، كما أشار المتحدثون في ليبيا سوف تكون هناك شرح للآليات التي سوف يتم عليها الخطوات القادمة. أيضا يعني سواء الجانب الليبي الذي يعني أشار بأهمية هذا اللقاء ونحو الدور يعني المصري الكبير الذي تمسك بوحدة ليبيا للليبيين، وكذلك أيضا مناهضة كافة الميليشيات الليبية والتدخل الخارجي. كان هذا اللقاء، دعيني يعني أقرأ بعض من يعني ما تم الاتفاق عليه من البيان المشترك. يعني يقول البيان المشترك لرئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن الوثيقة الدستورية: أولا، حرصا يعني منا نحن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة على إنجاز أساس دستوري يعني توافق للوصول إلى الانتخابات الرئاسية وكذلك البرلمانية. وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، يعني فتم الاتفاق على ما يلي: أولا، قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، ويعني إحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس. ثانيا، يعني وضع خارطة طريق واضحة وذلك ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات. أولا يعني وفي النهاية قال: ولا يسعنا منا إلا أن يقدم رئيسي المجلسين بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة، وذلك لإجراء مباحثات المسار الدستورية التي أفضت إلى هذا الاتفاق. كما لا ننسى أن نشكر كافة الأطراف الدولية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا المتمثلة في رئيس البعثة السيد عبد الله باثيلي وكافة الدول الصديقة والشقيقة التي تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها. حفظ الله ليبيا آمنة مستقرة. كان هذا نص البيان المشترك بين مجلس النواب يعني الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة. وكانت يعني النقطة الخلافية منذ يعني فترة بعيدة منذ يعني قيام الاضطرابات في ليبيا بأن يتم التوافق ويتم الجلوس ما بين الأطراف الليبية لإقامة دولة ذات مؤسسات واضحة ومؤسسات ديمقراطية ويكون فيها الكلمة الفصل للشعب الليبي. يعني مصر قامت بالعديد من الجولات وعبر اللجان المعنية بالشأن الليبي لتوفير هذا التوافق، وحتى نصل إلى هذه النقطة أن يكون هناك توافق بين مؤسسات الدولة، ثم لانطلاق إلى القاعدة الدستورية، ومن ثم الانتخابات التي سوف يكون من بعدها اختيار مؤسسات الدولة واختيار أيضا رئيسا للجمهورية. كل هذا تم بالتوافق ما بين الطرفين الليبيين برعاية مصرية هنا في مبنى البرلمان المصري الذي يعني كان شاهدا على هذه النقطة التاريخية التي سوف تنطلق بليبيا والمؤسسات الليبية إلى أن تكون دولة ذات سيادة، ولا يوجد للتدخل الخارجي أي مسار في ليبيا سوى يعني الإشراف الخاص من الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة التي ثمنت وشجعت منذ فترة هذا التوافق، والتي أيضا سعت إليه من خلال الدور المصري الذي لعبته مصر للتوصل إلى هذه النقطة والتوافق ما بين الأطراف الليبية لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة تحكمها الديمقراطية ويكون الحال والفصل فيها إلى صوت
الشعب الليبي. ويبدو أن اختيار البرلمان المصري مكانا لاحتضان اللقاء كان أكبر دليل على الجهود المصرية الكبيرة للجمع بين الطرفين الفاعلين في ليبيا، مجلس الدولة والبرلمان الليبي. شكرا جزيلا لك رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية من داخل البرلمان المصري.